شكرا شكرا شكرا. مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا العدد الخاص بأول نوفمبر، ثورة اندلاع، ثورة التحرير المجيدة في أول نوفمبر 1954. إذا اليوم يا أطفال راكم معنا هنا باش نتكلموا على هذه الثورة المجيدة اللي بفضل تضحية الشهداء وتضحية كامل الناس اللي شاركوا في حرب التحرير، اللي ضحوا بالنفس والنفيس، رانا اليوم الجزائر مستقلة حرة مستقلة. يا أخي لازم نترحموا عليهم دائما، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. يا أطفال، اندلعت ثورة التحرير في أول نوفمبر 1954، رانا في أول نوفمبر 1900، رانا في أول نوفمبر 2017. هذا عيد كم من سنة مضت على حرب، على ثورة التحرير باش نعرفه. تعال وليدي، تعال نروح منا. واسمك وليدي؟ على 15. وين تسكن؟ في الغاية. في الغاية، خيار الناس خيار الناس. شحال من سنة مضت؟ 63 سنة. 63، تفضل، برافو، تصفيق عليه تصفيق عليه. إذن الجزائر تحتفل بعيدها 63 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة في أول نوفمبر. عبالكم على أي ساعة؟ في منتصف الليل، منتصف الليل أول نوفمبر. أين انطلقت أول رصاصة؟ أي جبال؟ جبال الأوراس. برافو برافو، في جبال الأوراس. برافو برافو وليدي، برافو. إذن رايحين نتكلموا، عندي لكم مفاجأة، البرنوس، العلامات، وكامل، لأننا نحبوا بلادنا، بلادنا ما عندنا بلاد غيرها، والجزائر محتاجتنا كامل. وانتم تانية أطفال لازم تطبروا في الدراسة وتقراوا باش ترجعوا حاجة كبيرة وتخدموا الوطن تاعكم الجزائر اللي نحبوها كامل، وطننا الحبيب. إذن تحية الجزائر. شكرا شكرا بنتي، شكرا شكرا. تصفيقة تصفيقة على الجزائر. برافو برافو برافو. في بداية كل حصة نتكلموا على الغاز، تحبوا الغاز؟ إذا نعطيكم لغز، لغز اليوم يقول: قطعة وراء جبل التقطت كل خبر، ما هي يا ترى؟ نعود اللغز: قطعة وراء جبل التقطت كل خبر، ما هي؟ إذا فكروا لغاية نهاية الحصة، وانتم يا أصدقاء اللي راكم تشوفوا فينا تقدروا تتسارعوا الموقع الانترنت عمويزيد.com للإجابة عن اللغز باش تربحوا الهدية، وأول المجيب يعني الأسرع فيكم هو اللي راح يفوز بالهدية. إذا سارعوا. أنت كذلك، جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على الزرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. اليوم يا أطفال، بما أننا نحتفل بالذكرى 63 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، حبينا ياسمين تعرفنا بشخصية، تعرفنا عن شخصية مهمة في الكفاح المسلح الجزائري. اليوم راح نتعرفوا عن بن عامر محمد الطويل رحمه الله. تفضلي تفضلي ياسمين، تصفيق. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكيكم على حياة الشهيد بن عامر محمد الطويل، أحد أبطال ثورة الجزائر، من مواليد 1914 بمنطقة الغاسول ولاية البيض. تلقى تعليمه الابتدائي بالبيض، أين انتقل مع عائلته هناك وأتقن اللغتين العربية والفرنسية. توفي والده وهو لم يبلغ بعد 5 سنوات، عرف بوطنيته الكبيرة وثقافته العالية. بعد اندلاع ثورة التحرير سنة 1954 التحق بها سنة 1957، وكان له إسهام كبير، حيث كلف بعملية اتصال بين الوحدات العسكرية بالمنطقة في الولاية الخامسة التي كانت تحت إدارة العقيد لطفي، وبذلك عين كمسؤول ناحية بها برتبة ضابط في جيش التحرير الوطني. وقد عرف الشهيد بدهائه وحنكته السياسية وبطولاته العسكرية، حيث شارك في العديد من المعارك، أهمها معركة دامون، معركة سيد حاج الدين،
وفي 1959 ألقي القبض بعد مقاومة شرسة أصيب ليتم سجنه واستنطاقه لمدة 8 أشهر، ويعذب عذابا قاسيا بعد استنطاق مرير من طرف الكولونيل الفرنسي الذي لم يجد عنده سوى الصمود والتصدي له بكل بطولة ووطنية، فعجز في الحصول على أي معلومة رغم المضايقات والسجن والتعذيب الذي سلط على أسرة الشهيد، ليحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص في شهر أفريل من سنة 1960. فرحم الله الشهيد البطل. شكرا شكرا ياسمين، شكرا شكرا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار اللي ضحوا بالنفس والنفيس باش تعيش الجزائر حرة مستقلة ونعيش فيها احنا أحرار. إذن ترحموا عليهم وعاشت الجزائر. يا أطفال، بما أننا نحتفل بالذكرى 63 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها جدي لو تحكي جدي عن أرض المليون. والجد يجاوب بنته يقول لها بنتي مهما تعدي يا بنتي أكثر من مليون. يلا تغنوا كامل معايا هذه الأغنية، جدي لو تحكي جدي. من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم رب الكون. بنتي يا مهما تعدي أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم رب الكون. أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم رب الكون. أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم رب الكون. أكتر من مليون
اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم رب الكون. برافو 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 برافو. إذا بنتي يا مهما تعدي أكثر من مليون، إذا ربي يرحم شهدائنا الأبرار اللي ضحوا بالنفس والنفيس باش نعيشوا في وطننا الحبيب الجزائر اللي راهي حرة مستقلة. إذا المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وش رأيكم دركا نروحوا مع مريضة لألعاب الخفة؟ يلا عموريدا تفضل تفضل تفضل. تحية لعموريدا، تحية، تفضل تفضل عموريدا، تفضل تفضل. السلام عليكم أصدقائي الصغار، مرحبا بكم معنا. صحة، معكم رضا الماجيسيان. حندير لكم دوك واحد اللعبة خفيفة وظريفة هكذا. مي هاد اللعبة ماشي كيما اللي ما فين تشوفوهم، اللعبة كيما هاد اللعب اللي ما فين تشوفوهم، كاع ماشي كاع كيف كيف. هادي واش نسحقوا؟ نسحقوا برك حبيلة و انفست فيستا هكذا. صح، دوك هاتيك نخليكم شوية سسبانس. دوك هاتيك ندوموندي مصحيبي باش يربطني هكذا، شوفوا معايا مليح. يعطيكم صحه ان شاء الله يكون عجبكم الحال. برافو 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 عمو رضا، برافو برافو برافو. يا اطفال دركا عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه الذهب والتراب، يلا معايا. اذا يا اطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكايه التراب والذهب. واحد النهار واحد الشيخ، واحد الشيخ كانوا عنده أراضي، كان مرتاح لبس به، عنده أراضي وعنده الذهب وعنده المال وكامل. كي شاف روحه راح يتوفى زقال ولاده في زوج، عيط لهم قال لهم تعالوا. قبل ما يموت كان على فراش المرض وكامل،
قال لهم كاين كيس من الذهب وكاين الارض، واش تخيروا؟ كل واحد يخير حاجه. هذاك وليدو اللي كبير شويه وعاقل وكامل اختار الارض، قالوا بابا انا ندي الارض. وليدو هذاك الصغير خير الذهب، قالوا انا ندي الذهب انا باش نعيش مليح وكامل، ادى الذهب. هذاك مول الارض بدا يخدم فيها، يحرث يزرع يسقي يحصد وكامل ويجني هذاك المحصول، ولات الثروه تاعو ضعفت ولا غير يزيد غير يزيد. بصح الاخر اللي ادى الذهب كل يوم كل يوم يجبد يصرف منه يصرف منه يصرف منه وينقص ينقص ينقص، شوف اللي عنده الذهب ينقص واللي عنده الارض المحصول تاعو كامل يتضاعف يتضاعف والمال تاعو يزيد. ومن بعد هذاك وليده هذاك الطفل الصغير هذاك كي خلص له الذهب تما عاد فهم المغزى اللي كان حاب يوصلوا لهم الولد نتاعو الاب نتاعو، انه يا ابني الارض عندها قيمه كبيره. راح عند خوه الكبير قالوا انا خلصت لي الذهب ما عنديش باش نعيش كيفاش ندير؟ قالوا شفت، قالوا معليش هذه ارض بابانا تقدر تجي تخدم معايا فيها، وخدم مع خوه في الارض هذيك وضعفوا المحصول وفهم باللي القيمه 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 كيما اللي كان حاب يقول له باباهم حاب يفهمهم قيمه الارض. عمو يزيد عمو يزيد نستخلصوا من حكاية أن لا يجدوا في العالم شيء أغلى من التراب الوطني. برافو 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 بوبي. إذن يا أطفال يعطيكم الصحة، بوبي كذلك يعطيك الصحة، خاصة أننا اليوم تعلمنا أن أهمية التراب الأرض أغلى من الذهب، ما بالك لما يكون هذا التراب هو تراب الوطن، الوطن الحبيب تراب بلادنا. إذن لازم نحب أرضنا نخدم بلادنا ونخدم أرضنا، وتراب بلادنا عزيز علينا عزيز علينا، والأهمية تاعه أغلى من الذهب. يلا عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ جميل جميل جميل. لحقنا دركا لواحد الركن أنا نحبه بزاف، هو الركن البريد، بريد عمو يزيد، هو الرسائل اللي جينا من عند الأطفال ونقراوهم هنا. وانتم تاني لكم تشوفوا في نوح وحبيتونا نقراو الرسائل نتاعكم، ما عليكم إلا تروحوا الموقع الانترنت عمويزيد.com، ضغطوا على زرار ملاحظات وآراء، تبعتونا الرسالة نتاعكم ونقراوها لهنايا. يا أخي أطفال نستناو في الرسائل نتاعكم. بوبي شوف لنا البريد، وجهنا البريد، هذيك العلبة هذيك كاين؟ هايل هايل. أعطينا البريد أعطينا البريد، راح نقراو الرسائل تاع أصدقائنا الأطفال. شكرا. إذن الرسالة الأولى، إسلام جاهية 9 سنوات من مدينة ميلا، قال لك إنها جميلة جدا وأنا أحبكم. إذن يا إسلام من مدينة ميلا احنا تاني نحبوك ونحب كل ناس مدينة ميلا وولاية ميلا، سلامنا لهم. الرسالة الثانية، الرسالة الثانية، مصباح يا عبد الكريم 6 سنوات من مدينة سطوالي من العاصمة الجزائر، قال لك أتمنى لو هناك زيادة في وقت البرنامج. إذن عبد الكريم جاته الحصة قصيرة لأنها شيقة. شكرا يا عبد الكريم، إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقنا ونطوله في وقت البرنامج. شكرا شكرا. فتوح لينا 9 سنوات من عين فكرون، مدينة عين فكرون من أم البواقي، قالت إنه رائع جدا وأريد التواصل معكم. يا لينا فتوح 9 سنوات من عين فكرون من مدينة من ولاية أم البواقي، راكي تواصلتي معنا وإن شاء الله نجيبوك للحصة نتاعنا وتجي تشاركي معنا. الرسالة الموالية، جيرون رابح 9 سنوات من الجزائر العاصمة، قالك مرحبا أريد أن أرى قصص الأنبياء لنتعلم حياة الأنبياء. والله يا رابح جيرون 9 سنوات طليت على قلوبنا، لأن عمو يزيد قريبا إن شاء الله راح يدير لكم قصص الأنبياء إن شاء الله. برافو 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 برافو. الرسالة الموالية، الرسالة الموالية من عند حرير فاطمة سارة 7 سنوات من مدينة معسكر، قالت لك مرحبا عمو يزيد، حصتكم جميلة تثقيفية للأطفال، أتمنى لكم التوفيق. إذن فاطمة سارة حرير من مدينة معسكر، شكرا على هذه الرسالة
الجميلة. دروك لحقنا الركن اللي انا نحبو، شكون اللي عنده نكتة جميلة ولا يجي يحكيها لي؟ تعالي بنتي اروحي. اقعدي بنتي، اقعدي. واسمك بنتي؟ اسمني آية. آية، وين تسكني آية؟ نسكن في ولاية بومرداس. ولاية بومرداس، مرحبا بك بنتي، شحال في عمرك؟ 9 سنين. الله يبارك، احكي لنا الحكاية تاعك. قال لك واحد قال عندهم مسابقة، اللي يدخل دار معمرة بالنمل ويخرج فيه لا حتى نملة نعطيلو جائزة. من بعد الأول دخل أمريكاني خرج معمر بالنمل، والثاني دخل وخرج معمر بالنمل، والتحت زايري دخل القامة كي خرج القامة فيهم حتى نملة. من بعد قالوا له كيفاه درت؟ قال لهم قتلت نملة راحوا الجنازة تاعها. برافو برافو. شكون اللي عنده، شكون اللي عنده نكتة يجي يحكيها لنا ولا؟ شكون؟ تعالي بنتي اروحي. تعالي. واسمك بنتي؟ مايا. أوه الله يبارك، وين تسكني؟ في تبس. أوه مدينة، جيتوا من مدينة تبسة، الله يبارك. تحية تحية الناس تبسة وكل سكان الشرق الجزائري وكاع الجزائر اللي متشوفة فينا. احكي لنا الحكاية تاعك بنتي. أغنية. تفضلي بنتي. يا فرحتي بالعيد ويومه السعيد يجيء بالأفراح في الليل والصباح، أرى به أصحابي في الليل والصباح، أبدو به سعيدا إذ ألبس الجديد ويشتري لي أبي ما شئت من لعب، فالعيد للأطفال يجيء بالآمال. برافو 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 بنتي. تعالي بنتي، تعالي تعالي اروحي، تعالي تعالي اقعدي بنتي. واسمك؟ إكرام. إكرام، شحال في عمرك إكرام؟ 8. 8 أيام؟ 8. 8 سمانات؟ 8 شهور؟ شحال؟ 8 واش؟ 8 ماذا؟ 8 ماذا؟ سنوات. سنوات، عمري 8 شهور. وين تسكني بنتي؟ في الأغواط. مدينة الأغواط، تحية 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 الناس الأغواط. مرحبا بك بنتي، كي تروحي تسلمي عليهم كامل. لا يا أخي، واش حبيتي تقولي لنا بنتي؟ أغنية. يلا تفضلي. هاي. نظافة الأبدان فرض على الإنسان لأنها تقيه من كل ما يؤذيه، فالوجه واليدان والرأس والرجلان تغسل كل يوم قبل وبعد النوم، فالولد اللطيف على مدى نظيف. برافو برافو برافو. تعالوا 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 انتم في اثنين توأمين، تعالوا اروحوا اروحي معه. تعالوا 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 أين عود نقعدي أروح. تعالوا. واسمك بنتي؟ هودة. هذه أختك هودة؟ ها؟ واسمك؟ ملك. ملك أختك هذه؟ أختك توام أنتوما؟ مش توام؟ شابين، واش راكم لابسين؟ جبتها قبائل. جبتها قبائل، الله يبارك. تحية تحية لكل سكان القبائل، زي تقليدي جميل 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 جدا. شحال في عمركم؟ شحال في عمرك انت؟ 7 سنين. 7 سنين انت؟ 5 سنين. شحال؟ 5 سنين. 5 سنين، الله يبارك. شاطرين انتوما. برافو برافو برافو، ارجعوا لمكانكم. شكرا شكرا. اذا لحقنا دركا الركن الجواب عن اللغز. اللغز قال: قطعة وراء جبل التقطت كل خبر، ما هي يا ترى؟ شكون اللي يعرفها؟ شكون 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 شكون؟ تعالي تعالي بنتي ارواحي، مولات القرفطان. واش هي؟ الاذن. الاذن، تعالي قعدي معايا. هي الاذن قطعه وراء جبل، جبل هو الراس. برافو برافو برافو، شاطرين 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 شاطرين. اذا بنتي احنا الشاطرين دائما نعطوهم هديه. عمو يزيد يعطيك هذا الكوب باش تشربي فيه الحليب ولا الماء ان شاء الله. وكذلك عندك 3 تاع السيديهات اللي انتجهم عمو يزيد خلال سنتين من حق الطفولة معلمي، ومبروك النجاح عليكم ان شاء الله تستفادي بهم. في كل سيدي عندك 22 اغنية. العفو بنتي العفو، احنا نحبوا الشاطرين نحبوا. لحقنا دركا
الركن عيد الميلاد. إكرام 8 سنوات، تعالي إكرام، تعالي تعالي بنتي تعالي. إذن إكرام راح نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا راح يجيبونا الكاتو نتاعها وحنا نغنوا لها. يلا أروحوا التحقوا بيا يا أطفال باش نغنوا لها. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيله وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيله. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. إذن إذن بنتي دركا راح نديروا العد التنازلي. يلا 8 7 6 5 4 3 2 1. يا لطفي الشمع، برافو 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 برافو. إذا بنتي بالصحة ولهنا، عمو يزيد راح يهدي لكم كامل كامل شهادة، شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد باش تحتفظوا بها كذكرى، غير تخرجوا كل واحد تكون عنده الشهاده نتاعو. هذه تاعك اكرام بنتي، تفضلي تفضلي. بما انك جمعتي 5 قاسمات من علب حليب رامي وبعثتيهم لنا على العنوان صندوق بريد 42000 ستوالي العاصمه، رايحين نعطوك هديه عيد ميلادك واحتفلتي بعيد ميلادك. وانتم اذا كان حبيتوا تجوا تحضروا معنا، ما عليكم الا ترسلنا ب5 قاسمات من علب حليب رامي على العنوان صندوق بريد 42000 ستوالي العاصمه، واللي الهديه نتاعها. برافو 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 برافو. اذا انتم ثاني يا اطفال بامكانكم تحتفلوا بعيد ميلادكم مع عمو يزيد. وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت. سلام يا اطفال، نحبكم. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد.